What up, guys? كما كتشوفوا ساعة ديال الكارديو دان ما مشيتش للتريدميل درتها غير في الزنقة سبيريتوال جري يعني من الأحسن فهمتي تريدميل حامضة كتبقى غادي في بلاصتك بغيت في الخوت دابا يلاه جينا الفطر الفطور ديالي غادي يكون بيض البيض لي زيبينار وفلفلة فلفلة نورمالمون دابا 7 دايز اوت مناش قالي 3 ايام حتى هي غادي نحيدها لا غاز سبين غادي يبقى هو و لاسبير الشمس تطلع طيب بعد نشوفكم الخوت راب راب جايز مو من الدراري هذا هو اللعيبات اللي طيب الميز ديالي غادي يكونوا الاربع ايام المقبله ان شاء الله يكونوا كاملين بحال هكا دونك في الصباح يكون بيض ديال البيض ومن مورا بيض البيض نورمالمون لوردر ديال الميلز غيكون بحال هكا الخوت غيكون الدجاج هو الاول ياك و دونك من مورا بيض البيض الروبا الثانية تكون دجاج دجاج وعاد عاوتاني غنتلحل سالما 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 علاش حيت الدجاج نورمالمون من الاحسن تاخذو في الصباح باش الدات ديالك تابسوربي وتهضمو علاش حيت السالما كيتهضم اكثر واخا فيه الفات اللي كتقل ولكن بيان سور خاصك تستافد منه حيت تقريبا بين قوسين كتكون في واحد ليطا كاتابوليك دونك داير 2000 كالوري ديفيسيت ولي كارديو تخربع دونك ما خصكش و ستريس فهمتي بزاف ديال الحوايج دونك من الاحسن تخلي السالم هو الاخر الربط الرابع خمسة السادسة الواي there is no way هادي really good ولكن دابا really bad المهم الخوت هادشي اللي غادي يكون دابا هذا هو البلان الدراري غادي نضربوا هاد اللعيبات هادو وبيان سور غنوريكم لونترينمون وديبليشن ورك اوت اللي غادي ندير صوصيو الخوت براب وراب جايز المهم الدراري دابا جيت نوريكم عاوتاني واحد لو تخيك اللي كنديرو اللي هو ريمايندر كيفكرني انني خصني ناخذ بوتاسيوم كل ثلاثة السوايع بور لانستون ومنها نوريكم الميل ريمايندر الدراري هو هذا هاد لابليكاسيون هادي كتكتب فيها بوتاسيوم كتبقى تعاود كل ثلاثة السوايع تصوني باش ناخذ بوتاسيوم الميل ديالي هو هذا الدجاج لاسبيرج وحيت ما غاديش ندخل الفات في هاد الميل دونك غناخذ الفيش اويل وبيان سور الماء واحد الحاجه اللي ما دويتش لكم عليها هي التكنيك ديال شريب ديال الماء في البيكويك بور لانستون انا اليوم بديت ب 12 لتر يس كيف ما سمعتي التكنيك هو خاصك تشرب قبل بساعه وما تشربش مع الروبا وتشرب ورا الروبا بعد الساعه مصيفة انا عارف ولكن this is how we do it المهم الخوت هادشي بيان سور كيبقى النيفو ديال بيك ويك يعني ماشي طبق هادشي عادي ان شاء الله نهار تكون باغي تكومبيتي بيان سور دير هاد اللعيبات و سيو ان شاء الله اذا كان شي اسيوس خلينا نقول عليه دراري بولانستا ان شاء الله غنمشيو نديرو ديبليشن ورك اوت غادي نحاول انني ما نديرش موسيقى في الورك اوت غادي نحاول انني ندير كومنتري نشرح لكم شنو كندير من الاحسن حيت اي كان سي بلي هاد ليبيزودز اللي غندير دابا نفيد بهم الناس فلوجز اناف نحبسوا لي فلوج هاد الايامات ان شاء الله جاي وقيت لي فلوج جاي وقيت 20000 كالوري جاي وقيت الضحك مي بوغ لانستون من الاحسن نديرو شي لعيبه اللي تستافد منا بنادم في يوتيوب وي وازا ما خصهمش يفوتونا خرجت صافي المهم غنمشيو نديرو ديبليشن ورك اوت الخوت دابا البري ورك اوت ديالي كان عادي قهوة بيفير دانديليون اللي قلت لكم الصباح جذور ديال الدانديلين اللي كيخرجو الماء الابديت هي انني كندخل طواليت بزاف الدات ديالي في اوفر فلوين ستيت يعني شنو هو الاستراتيجي اللي غادي نتبع انا في البيك ويك حيت كاين بزاف كاين اللي ما كيقطعش الماء كاين اللي كيخلي الماء الاستراتيجي اللي غادي ندير هي غادي نمشي ب 12 تيترو غنبقى غادي نهبطها غير لسبعة ستة ما غتبقى في سبعة ستة حيت سبعة ستة هما ستوندار ديالي ومن بعد نقطع الماء لمدة 16 ساعة قبل الكومبيتيسيون ما نفوت 16 ساعة بنادم نورمالمون كيقطع يومين ثلاث ايام which is pretty bad راه العضلة إذا شديتي اللحم مشيتي عند الجزار وشديتي اللحم قلتي لي عبر لي كيلو ديال اللحم وقصتي هذاك اللحم كتلقاه بافي عامر بالماء وهادي تلقاه بحال هكا وصافت وميوسك اللحم اذا شديتي هذاك اللحم ديال الجزار نيج وديتي للدار وشويتيه كيولي كارم بحال هكا كيطرى العضله ديالك اذا ما كانش فيها الماء كتولي كارمه وما كتبقاش بافي وما فيهاش الماء دونك الماء غير ما نصح انك تقطع علاش كتكلاكسون يا كلاب شنو بقى جاي كتكلاكسون عليا انا ما درت والو فراسك
والله ما درت شي حاجه واش شي يا خويا والله ما درت شي حاجه غادي كان في الطريق عادي غادي بالسكين شويه بغيت نقطع دونك لو مهم 16 ساعه كما قلت لكم نقطع علاش حيت الدات ديالك كتبقى تعطيها الماء تعطيها بحال قلتي الدات ديالك اعتبرها كاس كتعمر هذاك الكاس اوفر فلو كيعمر ياك من الدات ديالك كتاخذ الماء بزاف من بعد كتولي تفلاشي كتولي تلوحو انت هذا بس يخلي واقع شي حاجه عندي اللور محلول الباب ولا شنو تما قعد غادي بشويه سير كتبقى في داك اوفر فلوين ستيت كتبقى تفلاشي الماء تخرجوا عباره عن عراق عباره عن فاش كتدخل للطواليط وهادي و كملوا من بعد انت كتحبس الماء والدات ديالك كتبقى تخرج دونك كتصيدها ولكن هاد لو تروك الدراري كيصدق غير 24 ساعه حيت مور 24 ساعه الدات ديالك كتعيق انك قطعتي الماء وهذيك الساعه كتبدا تهز الماء وداك الشيء اللي ما بغيتيش يوقع لك في كومبيتيسيون حيت اذا طلعتي تهز الماء الكومبيتيسيون واخا تكون ميوسكلي وشبعان فهمتي شريدر داز فاك ما تبانش تهز الماء وهذا الشيء اللي ما بغيناش بغيت الخوت خليكم على الورك اوت You're waiting on your next door neighbor to make it happen for you. It may not happen. If you're waiting on your mother or your father, they may be so ancient in their thinking that they don't understand this opportunity that you have. And if you're waiting on them, it may never get done. You don't beg average people to be phenomenal. You don't beg good people to be phenomenal. You just are phenomenal and you will attract phenomenal. What reason can you remember that you can call on, that you can reach on, that can make you get back up? Find that reason. What up family متزكيز تشيكين انا الخوت المهم الدراري غادي نبقى نشرح لكم الورك اوت ديالها ابري هذه ديك الساعه نطلق موسيقى باغ كونتر الدراري الورك اوت ديال اليوم ماشي بحال كاع الورك اوت اللي كندير هذه كتسمى ديبليشن ورك اوت اللي كيكون عنده واحد الستيل واحد لي تكنيك اللي كيكونوا ماشي بحال الورك اوت العاديه البيربس من هذا الورك اوت هي انك تحرق الماسل جلايكوجين تخرج الماسل جلايكوجين كتسمى ديبليشن يعني كديبليت الجليكوجين من الدات ديالك عامه خصك تحيدو وشنا هو علاش كدير بحال هكا باش قبل الشاو بيومين ولا بثلاث ايام ولا باربع ايام ولا بنهار كل واحد وكيفاش داير المهم انا كندير ثلاث ايام حيت اكتومورف كتبدا الكارب اب وكتقطع لاصال باش كتبقى تعمر بشويه بشويه بوغ لانستون انا اي ام فلات يعني دابا انا رقيق بزاف في البداية ديال دو ويكاند كانت فيا 192 دابا 188 و اي بليف بلي غادي نسالي الويكاند ان شاء الله ب 180 ولا 179 عاد نبدا الكارب اب المهم الخوت الورك اوت الدراري هي كدير موفمون ديال كل ميوسكل من كل ميوسكل كدير من كل ميوسكل كتاخذ ان موفمون وكدير فيه 4 ديال السيريات بيان سور بعد ما كتسخن كدير دايناميك ستريتشين وكل سيريه كدير فيها 30 بوان والبوا كيكون غير 50% من الجهد ديالك ولا ميم با كاع كدير غير 30% باش ديبليت الجليكوجين وتحس بداك البيرن اللي خاصو يكون في الورك اوت صافي هذا هو اللي هذا هو الديبليشن ورك اوت كيكونوا دي سيركوي كدير السيركوي الاول كدور على كاع لي ميوسكل كتعاود عاوتاني السيركوي الثاني وعلاش لا السيركوي الثالث انايا كندير انا صراحه كندير ديبليشن ورك اوت جوج المرات في النهار داكشي علاش كندير غير جوج سيركويات وكنخرج عاوتاني وكنعاود نرجع ندير جوج سيركويات وفي العشيه عاوتاني الكارديو في الصباح الكارديو هي 4 المرات في النهار اي نو تو ماتش ستريس ولكن 3 ايام الاخرى ما نترينيش ونبقى ندير غير الصونا ونمشي نتبحر دونك I'll be releasing stress ان شاء الله المهم الدراري كنتمنى ان الكومنتري عجبتكم اذا عندكم some suggestion حطوهم ليا في لي كومونتير and thank you so much
رابور اب الدراري يلاه ثاني دابا الورك اوت عندي بوست ورك اوت الدراري هنايا شنو عندي دجاج الدراري هنا 150 غرام وعصير ديال الكرافس من بعد يبقى سلمون و سبارغاس سلمون سبارغاس سبارغاس وسلمون المهم الخوت دابا فاميلي ديوتي واخا مزير الوقت وهادي والو بدا خصني نمشي ونهز الدار نديهم للمعرض العالمي كاين هنايا حيتاش فاميلي فيرست ما عندي ما ندير واخا مزير ذاتس باد ذاتس ساد ساد انا ام ساد انا عميق المهم الخوت لقاوش فيت خديت الاديداس البارح المهم الدراري هادشي اللي كاين بلي ان شاء الله غادي نجي نوريكم الريشول ديالي البوتاسيوم كل 3 السوايع دابا خصني نضرب وحده توصيو الدراري عندي 90 غرام ديال لافوكا مع ثومه ومع الربع ومع خل ديال التفاح ومع غرام واحد ديال الملحه عندي هنايا 150 غرام ديال السالمون هنا لاسبيرج هنايا الكيل اللي وريتكم ولي زيبينار فلفله حمراء وصفراء غير 50 غرام وخمسه ديال البيض ديال البيض المهم الخوت هنايا غادي يسالي الروتين ديال اليوم ان شاء الله give me some support الدراري I really need it والله العظيم محتاج للسبورت ديالكم الخوت and thank you so much for everything وشكرا بزاف على كاع لي كومونتير اللي كتكومونتيو that's the spirit man thank you so much اذا عجبك هذا الكونتوني بيان سور encourage me باي لعيبه تقدر ديرها واخا تكون غير كلمه زوينه وميرسي اخويا وميرسي اختي ان شاء الله وليا فراسكم